كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت لكل أجل كتاب لابد من النقلة أيها الأحبة من هذه الدنيا إلى الآخرة كم سمعنا من الأخبار فلان مات وجارنا القريب مات وفلانة ماتت وصاحبنا مات وأنا وأنت سنكون خبر من الأخبار في يوم الأيام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام خطبت الجمعة في يوم من الأيام في مسجد من المساجد وبعدما انتهيت من الخطبة نزلت وشرعت في الركعة الأولى ثم قمت وشرعت في الركعة الثانية لما بلغت أيها الأحبة في سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين هنا أيها الأحبة سقط رجل في وسط المسجد وأكملت الصلاة وسلمت ولما سلمت يا إخوان أخذت الميكروفون وكان الرجل بعيد عني في منتصف المسجد والمسجد كبير وبدأت أقول يا إخوان لأن الناس ازدحموا على هذا الرجل الذي سقط في وسط المسجد قلت لهم ابتعدوا عنه أعطوه هواء خلوا الهواء يصل إليه لعله مكتوم لعله كذا وبدأ بعض الإخوة يصيحون معي اتركوا له مجال وأخذه بعض الإخوة إلى أقرب مستوصف وصلوا به إلى الطوارئ كشف عليه الدكتور قال هذا الرجل توفاه الله منذ أن سقط في المسجد يوم الجمعة يا إخوان وهو متوضئ يوم الجمعة وهو مغتسل يوم الجمعة وهو واقف بين يدي الله فاتصلت أخذت رقم أخوه واحد من أخوانه الميت اسمه محمد الله يرحمه ويتقبل ويجعلها ميتة حسنة فاتصلت على أخوه خالد قلت يا خالد أسألك بالله هذا الرجل تعنى من بعيد وجاء يصلي معي في مسجدي الجمعة فلا يغسل أحد إلا أنا حرصت على أن أغسل هذا الرجل وبالفعل غسلته معي بعض الإخوة وبعدين يا أخوان ذهبت إلى العزاء وأخذت خالد على جنب قلت له يا خالد أسألك بالله ما هو أرجى عمل ترجوه لأخيك أن يموت هذه الميتة الحسنة فقال خالد يا شيخ والله إحنا مجموعة أخوان وفي عندنا أخوات لكن والله يا شيخ أن محمد هذا أبر واحد بالوالدة أبر واحد بأمي كان يمر عليها كثير ما يتركها كل يوم يتفقد حوائجها يتفقد كل شيء تحتاجه يقول من ضمن كلامي يقول والله يا شيخ حتى الشامبو الذي تغسل به رأسها يتفقد الصابون التي تغتسل بها المشط الذي تمشط به رأسها البخور الذي تتبخر به كل شيء يتفقد الوالدة يقول حتى من البن والهيل والقهوة ما يترك عنها شيء كان بارا بأمه وكانت تدعو له كثير قلت بسبب هذا كسب الميت الحسنة وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما